قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم بواقع 1% من 2.5% إلى 1.5% بداية من يوم غد الثلاثاء، وهو المستوى الأدنى تاريخيا. محافظ المركز الدكتور محمد الهاشل قال إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك لمواجهة الأوضاع الاستثنائية وتداعيات الانتشار الواسع على الصعيد الدولي لفيروس كورونا المستجد، بما لذلك من تبعات سلبية مؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي والمصرفي في البلاد.